اهلا فيكم بحلقة جديدة من سيارتي. اليوم بحلقتنا بدنا نحكي عن محتويات أساسية بصندوق السيارة، ويلي هي مفتاح الشنط، عفريت، ودولاب سبير. خلينا نشوفهم سوا. عنا مفتاح شنط والعفريت وهذا دولاب سبير، وإذا ما كانوا موجودين بدك تشتريهم وتتأكد أنهم يكونوا مناسبين للسيارة. ما تنسى تشيك على دولاب سبير ما يكون بآخر عمره حتى ما يعمل لك مشاكل. وشغلة أخيرة، انتبه على بريم الصندوق ما يكون مجروح أو مخزّر، لأنه بطل يسكر الصندوق مزبوط بصير بهرب مي على الصندوق. شكرا لمتابعتكم لنا، ونشوفكم بالحلقة الجاية. صور؟ يلا اوكي، وخلينا نشوفه سوا. ما فتح بديك تضلك هيك بس.